المسرح العالمي رح نحكي عن المنظمة وعن النشاط يلي عم بيقوموا فيه مع السيدة نهال ليلات. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك. كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. تمام. المسرح العالمي منظمة بدأت فيها من فترة وحصلت على جوائز من وراء المبادرات والنشاطات يلي بتقوموا فيها. كيف بدنا نلخص مهمتكم؟ بخبرك أكثر عن المسرح العالمي. هو مسرح تربوي هادف متعدد الأنشطة. عنا نشاطات من خلال مسرح الدمى، نشاطات من خلال على خشبة المسرح، وعروضات للفرقة الاستعراضية. انطلقنا الحقيقة من حاجة مجتمعنا للعروضات المسرحية التربوية الهادفة لنقدم مفهوم أو قيمة أخلاقية بطريقة غير تقليدية. يعني بده يصير هلا انه عم بتقوموا بمهرجان فرح باسواق بيروت، ثاني وثالث ايام العيد. هذا الفلاير صار معي لكن برعايه بلديه بيروت. مهرجان الفرح الثالث، هيدي الثالث سنه صحيح. عم بتقوموا فيه، شو رح يتغير السنه؟ شو الاشياء الجديده اللي رح تقدموها؟ نعم، نحن نزلنا بالسنه الاولى اللي هي من سنتين بمسرح على مسرح اسر اليونسكو، كان لنا عروضات. اكيد السنه الماضيه نزلنا بالعاب كرمس وكان عنا عروضات. السنه كمان العاب كرمس وعروضات على خشبه المسرح وعروضات للفرق الاستعراضيه، وفي مفاجات عديده بالمهرجان. بدي خبرك خبرك انه المهرجان رح يكون باسواق بيروت وتحديدا بسوق الاروام بذا فانيو، رح يكون ثاني وثالث ايام العيد من الساعه 12 للساعه 6. 12 6 لكن دعوه عامه، هذه شغله كثير مهمه انه عم تدعي العيال الاطفال انه ينضموا لكم. 100%. رح خبرك كمان اكثر شو بيتضمن المهرجان. نحن نهارنا ببلش من الساعة 12 الظهر بألعاب الكرمس، بيمتد حتى الساعة 4 بعد الظهر. الساعة 4 بتتوقف ألعاب الكرمس لحتى نفتح بارت المسرح. عندنا مسرحية كثير مميزة على خشبة المسرح للصغار وللكبار، منا بس للأطفال، هاتفة. مثل ما خبرتك نحن كل نشاطاتنا بتحمل مسج كثير حلوة مثل التعاون، الصدق. هالمرة نازلين بهالمسرحية حاملة مسج كتير حلو. في عنا كمان عروضات لفرقة فراشات الفرح، عروضات لفرقة المهرجين، عروضات فرقة ورد الحب، ومشارك معنا كمان استاذ هو مدرب دولي الاستاذ عبد المولى، رح يكون معنا ورح يعمل لنا عرض كتير حلو على خشبة المسرح. حضرتك بتشتغلي على كل شيء، يعني بتشتغلي على اول شيء القصة يلي رح تعملوا منها مسرحية، على الكوستيومز، على التدريب، على كل شيء بتهتمي فيه انت؟ في تفاصيل اكيد، في عندي ناس بستشيرهم، اشخاص بيدعمونا وبيساعدونا، بس انا مبدئيا مهمتي هو تدريب. يعني انا فيك تقول المسؤول التنفيذي على الارض، يعني كل شيء الفاينل تاتش انا، التدريب الاطفال انا، يعني كل شيء التعاطي مع الممثلين، خلينا نقول الممثلين الصغار، لان احنا اللي بيميز المسرح العالمي انه كل المسرحيات والفرق الاستعراضيه بتقدمها العديد من الأطفال الموهوبة اللي منشتغل على تطوير مهاراتهم ومن خلال تحفيزهم وتدريبهم لحتى يقدون لنا بطريقة كتير حلوة على خشبة المسرح. شو الأعمار اللي بتشتغلي معهم؟ بتشتغلي مع أعمار صغيرة أو بتبقي بالفترة تينيجرز؟ كل الأعمار، فيك تقول من السبع سنين، ست سنين حتى ممكن، لا 18 سنة 19 سنة، حتى الباب مفتوح أمام الجميع. يعني حتى إذا بدي خبرك عن فرقة فراشات الفرح اللي هن ست فراشات راقصات حاملات معهم رسالة فرح بكل لوحة استعراضية بيقدموها، هن صحيح ستة لكن منفتح باب المشاركة دايما بيكون في عنا صبايا عم بتشارك. هول هن الفراشات؟ صحيح. كنا عم نشوفن هالبنات المهضومة؟ صحيح. لكن هن اطفال عم بيكونوا او هن اصلا موهوبين، بتشتغلي معهم بتنموا موهبه المسرح، بلتقى فيهم، بتعرف عليهم، بيتعرفوا علي. في ناس كثير يعني بيتصلوا فيه بكون انا ما بعرفهم، بيقولوا لي انه بنتنا ابننا بحب هيدي الموهبه، ان كان يرقص ان كان يمثل، ممكن بيطلع بمشهد. الفن بشكل عام هو المسرح العالمي. المسرح العالمي لكن كنا عم نشوف صور هديك السنة؟ صحيح، هو الصور السنة الماضية كنا عاملين بحديقة روني معوض، والسنة اللي قبلها كان بمسرح أسر اليونسكو، وإن شاء الله هالسنة نحن نازلين مثل ما حضرتك كنت سألتني شو في شيء جديد. نحن بكل مهرجان بنطلع فيه عنا شيء جديد. نحن هالسنة في عنا انطلاقة لفقرة جديدة من ضمن نشاطات المسرح العالمي اللي هي سيرك دو تياتر انترناسيونال. هو شو بينقلنا لأجواء السيرك بس على طريقة المسرح العالمي. أوكي.
ومسيو ألبير مثل ما بتعرف أنه هيك مهرجانات وهيك نشاطات بلبنان، كلنا كلبنانية مننطر المناسبات لحتى كلنا نتشارك هالفرحة. من هون بدي أدعي كل المشاهدين معنا يلاقونا بمهرجان الفرح التالت اللي لح يكون تاني وتالت أيام العيد لحتى نفرح سوا ونشوف المفاجآت. عظيم، لكن الناطرين يعني كل شيء يتثبت، ولكن تاني وتالت عيد الفطر السعيد من الساعة 12 للساعة 6 بي ذا فنيو بأسواق بيروت، ألعب كيرمس مثل ما حكينا، عروضات لفرقة فرشة الفرح حكينا عنهم، عرض مسرحية مميزة على خشبة مسرح، عروضات بريك دانس في رأس في رأس منيح، فاروق فان شو، مفاجآت سحب على هدايا، وطبعا أهل بالإضافة للولاد العائلة كلها مدعوة. هون عم نشوف موسيقى الكشاف المسلم. هذا نشاط السنة الماضية كان بمكان مفتوح مثل ما شايفين outdoor. السنة أكيد نازين. السنة الماضية كان عنا انطلاقة فاروق فانشو، شاب موهوب عمره 14 سنة، بيقدم 6 شخصيات بظرف 10 دقايق ورا كابين خاصة بالعرض، بجو من الحماس والتشويق. الشو كتير حلو، كتير أخذ سوسبنس، كتير ناس يمكن بوقتها ما قدرت تحضر بالرغم من الحضور، ووعدونا أنه هالسنة كمان حينزلوا حتى يشوفوا كمان هذا العرض. أكيد الأشياء الجديدة اللي حضروا نازلين بي كمان فاروق فانشو مع سيرك دي تياتر انترناسيونال كجديد هالسنة. أدي وقت بتشتغلوا؟ يعني هلأ العرض اللي عم تقدموه أدي صاركم عم تشتغلوا عليه؟ ما بخبرك، ليل نهار ليل نهار. يعني مثلا من هلا بتخلصوا بتبلشوا تشتغلوا لسنه الجاي، وهل فيهم حاليا مثلا ينضموا لك اذا في اشخاص شافونا شافوا هالمقابله حابين ينضموا اولادهم مثلا يكونوا جزء من المسرح العالمي؟ بدايه عبر هالمنبر الحلو بدي وجه تحيه لعائلاتنا اللي عم تدعمنا واللي عم توقف معنا، لان هيك نشاطات حقيقه بتشتغلها ليل نهار، لان ما بتقدر تعمل نشاط الا ما تكون عم تشتغله من وقت طويل وليل نهار لحتى تقدر تعمل انتاجية. يعني ما بعرف شو بدي خبرك، بدنا ندعي الكل يكون معنا لحتى نفرح سوا ونعمل نفرح أجواء سوا. العيد بشكل كتير حلو. لكن للسنة الثالثة مسرح العالمي مهرجان الفرح وكرمس العيد مشاهدينا، إذا حابين لكن من الساعة 12 للساعة 6. سيدة ليلات شكرا لزيارتك، ميرسي على المعلومات. المسرح العالمي لقونا بتحبونا، يلا ان شاء الله ينعاد عليكم. على كل حال الاسبوع الجاي نشوفكم باسواق بيروت. ناخذ بريك بعدين راح يكون في تيبس ستيفاني راح تقدم لكم شيء كثير مهضوم اليوم، ما بعرف كيف بدي فوت لعندها واخذ حصتي اذا فيني اقول. هولي كلهم بعد بريك.